السلام عليكم. التهاب المفاصل الروماتيزمي او الروماتويد ارثرايتس مرض مناعي الجسم فيه بيهاجم نفسه، الجهاز المناعي بيهاجم الجسم نفسه، يبدا يسبب لي مشاكل في المفاصل، مفاصل الجسم اللي بتكون على الجنبين في نفس الوقت. هكلمك ان شاء الله النهارده عن كل حاجه تخص الروماتويد ارثرايتس وايه التمارين اللي تعملها علشان تساعدك باذن الله للحد او للتقليل من المشكله. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم، كما ان في قناه بنقدم فيها محتوى عن تحليل المباريات والكوره هسيبه لك تحت وفي الاي تقدر تتابعني هناك، والانستجرام عاوزين نوصل بقى لاول 10,000، عاوزين نوصل الفيديو ده بقى لاكبر عدد من اللايكات. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص روماتويد ارثرايتس او التهاب المفاصل الروماتيزمي. مبدئيا بالنسبة للأعراض بنحس بألم وانتفاخ وتورم، وبيكون المفصل ذات نفسه دافي، إضافة إلى تصلب في المفاصل خاصة وقت الصحيان البدري أو وقت قلة النشاط، وتعب وحمى وفقدان للشهية. عادة بيمسك المفاصل الصغيرة زي الأصابع، إنما لا قدر الله لما بيبدأ يزيد بقى وبياخد وقته زيادة عن اللازم بيبدأ يمسك المفاصل الكبيرة، فيبدأ يمسك مثلا القلبو أو الكوع هنا وهنا، الكتفين، منطقة الكاحل، منطقة الركبتين، منطقة الحوض أو منطقة مفصل الورك هنا وهنا في الناحيتين، بيبدأ الألم يزيد وفي الناحيتين مش في جنب واحد. إضافة أنه ممكن يأثر على حاجات تانية غير المفاصل زي الجلد ونخاع العظام والأنسجة العصبية والقلب والرئتين والكلى. الموضوع بيكون نظام ألم أو شدة في الألم بتظهر وبتختفي في وقت معين. وقت الاختفاء بتكون الدنيا كويسة ومفيش مشاكل وفي راحة. وقت شدة الألم بيكون الموضوع صعب وبتبدأ تظهر الأعراض اللي أنا قلت لك عليها دي. دي الأعراض، إيه هي الأسباب؟ الروماتويد ارثرايتس هو واحد من الامراض المناعيه. الجهاز المناعي مسؤول عن حمايه الجسم نفسه. في بعض الاوقات الجهاز المناعي بيهاجم نفسه، دي احد الاوقات اللي ممكن يحصل لي فيها الروماتويد ارثرايتس. مفيش سبب معين، يعني حتى لو هنقول العامل الوراثي بينقل الا ان الجينات ذات نفسها مش مسؤوله عن حدوث الموضوع ده، فهو حتى الان مفيش سبب نقدر نمسكه بايدينا، ولكن نقدر نقول ان في حاجات بنعملها او حاجات موجوده تزود لي من احتماليه الاصابه. فلو انت من الناس دي بتاخد بالك علشان ما توصلش للمرحله دي. اولا الجنس، فالستات اكتر عرضه من الرجاله ان هي يصيبها الموضوع ده. طيب دي حاجه الستات تعمل فيها ايه؟ لا، ان الستات تاخد بالها من طبيعه اكلها، تاخد بالها من حدوث اي حاجه من الحاجات دي، الم ومش عارف ايه في جنبين مش جنب واحد، تلحق نفسها مباشره. وهقول لك ايه الحاجات اللي تعمليها برضه عشان تلحقي نفسك علشان ما توصليش لمرحله متقدمه. الموضوع كل ما يكون بدري كل ما يكون اهدى، كل ما تقدري تحمي نفسك منه. العمر ممكن يصيب اي شخص في اي وقت، ولكن بعد منتصف العمر بيكون الموضوع اكتر شويه. وتاريخ العيله، فلو انت حد من اسرتك، والدك والدتك عنده تاريخ مرضي من الموضوع ده، فانت لازم تاخد بالك من الموضوع ده. نقطتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم هما دول. التدخين عامل مهم جدا للاصابه بروماتويد ارثرايتس، يجب الاقلاع عن التدخين باي شكل من الاشكال. التدخين مسبب بشكل كبير للموضوع ده. النقطه الثانيه الوزن الزايد او الاوبيزيتي، فلو انت بتعاني من سمنه مرضيه او لو انت بتعاني من سمنه مرضيه ضروري انك تنزل في الوزن. زياده الوزن مرتبطه ارتباط كبير بالروماتويد ارثرايتس، فلازم تاخد او لازم تاخدي بالك. طيب دي الاسباب والحاجات اللي ممكن تكون مسببه للروماتويد ارثرايتس. ايه المضاعفات ان انا لو سبت الموضوع بقى مع نفسه ممكن اوصل لايه؟ اولا هشاشه العظام. الادويه اللي انا باخدها للروماتويد ارثرايتس ممكن تسبب لي لين في العظام. عملنا حلقه كامله عن هشاشه العظام، هسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف تقدر ترجع لها. عقيدات روماتيزميه او عقد نديولز، ودي بتظهر في الاماكن اللي فيها ضغط زي منطقه القلب او منطقه المرفق نتيجه الضغط فتره طويله، مع الوقت لا قدر الله ممكن توصل للقلب والرئتين، اضافه الى جفاف في العين والفم وعدوى نتيجة ضعف المناعة وتكوين غير طبيعي للجسم. الدهون بتكون أكتر في الجسم، ده نتيجة الأدوية والكلام ده. والسي تي اس، الكاربال تانيل سندروم او متلازمه النفق الرزغي، عملنا ما يقرب من 3 حلقات عن الموضوع ده هسيبها لك هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف تقدر ترجع لها، تمارين عن متلازمه النفق الرزغي وغيرهم، ولكن من مسبباته احيانا الروماتويد ارثرايتس، اضافه الى مشاكل القلب والرئه وسرطان الغدد الليمفاويه لا قدر الله. دي هي المضاعفات.
ايه الحاجات والتحاليل اللي اعملها علشان الحق اعرف المشكلة. اولا لازم تعرف ان في بداية التشخيص بيكون الموضوع صعب لتداخل كذا مشكلة مع بعض. انا قلت لك قلب ورئة وجلد ومفاصل وجنبين، ففي كذا نقطة مع بعضهم. فعلشان تحسم الموضوع بنبدأ الاول نعمل صورة دم كاملة، نعمل اشعة علشان نشوف لو في حاجة اتكونت او شكل مختلف، اضافة الى تحليل الدم اللي انا قلت لك عليها في الاول بيكون فيها اهم حاجة، لان احنا الار اف او الروماتويد فاكتور العامل نفسه المسؤول على الروماتويد ارثرايتس او على التهاب المفاصل الروماتيزمية هو اللي بيحدد بشكل كبير. ده التشخيص بشكل مبدئي، واللي بالتأكيد مش هتشخص نفسك منه، ده الدكتور هو اللي بيوصف لك. انا بديك فكرة بس عن الموضوع. طيب ايه سيناريوهات العلاج؟ مبدئيا مفيش علاج 100%، انا قلت لك مفيش سبب رئيسي. فالعلاج هنا احنا بنشتغل على اعراض بتظهر بتعلى قوي 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 وبتزهد وبتنزل قوي قوي قوي. مرحله ما بتعلى قوي قوي كده بيكون عندنا شغل، ومرحله ما بتقل ده او الدنيا تقل هو ده شغلنا الرئيسي، هو ده وضع شغلنا. فبنبدا الاول بادويه ومضادات للالتهابات، الدكتور هو اللي بيوصفها لي بالجرعات وبكل حاجه، اضافه الى العلاج الطبيعي برضه ليه دور مهم ان هو يحافظ على رنج العضلات بشكل كويس، اضافه الى بعض الحاجات اللي هتعملها في البيت ومهمه جدا، وهي انك هتعمل تمارين استطاله باستمرار. اول ما تصحى من النوم هتعمل تمارين استطاله، وهنخليها على الاقل للمنطقه اللي فوق بس. هنبدا الاول نفرد ايدينا بالشكل اللي انت شايفه ده وتشد بالشكل ده وبتثبت 30 ثانيه. احنا هنشتغل على الجزء اللي فوق بس اللي ممكن يكون فيه تخشب اكتر، كده كده في تمارين استطاله للجسم كله ممكن نبقى نعمل حلقه بالشكل ده 30 ثانيه. الايد الثانيه نفس الكلام 30 ثانيه، اخلي ايدي لتحت واشد 30 ثانية، الايد التانية واشد 30 ثانية، دي تمارين تعملها، وبعدين تروح جايب ايدك دي كلها على بعضها وتشد 30 ثانية، الناحية التانية نفس الكلام 30 ثانية، تفرد ايديك على الاخر هنا وهنا الحمد لله كله تمام، تلف بجسمك بالكامل وتثبت 30 ثانية، الجنب التاني 30 ثانية، ده استطالة حتى للعمود الفقري، ونفس الكلام الرجلين مش عاوزهم دلوقتي، ولكن بس دي تمارين تعملها أول ما تصحى من النوم وأنت قاعد على السرير، إضافة إلى استخدام الكمادات المية الساقعة والمية السخنة. هنستخدم المية الساقعة مع حدوث الألم، أنا قلت لك الأعراض بتعلى قوي قوي في وقت، الوقت ده ببدأ أستخدم كمادات مية ساقعة أو مساج للأماكن اللي فيها ألم بزيادة، كمادات المية السخنة في مرحلة الهدوء، الجسم هدي ومفيش أعراض ألم شديدة بتعمل كمادات مية سخنة، إضافة إنك تسترح. وهنا هكلمك على تمارين التنفس، في حلقة كاملة فيها تمارين التنفس بالكامل تقدر تشوفها، ولكني هقولك على تمرين تنفس واحد. هتاخد نفس جامد من مناخيرك على قد ما تقدر وتخرجه ببقك على حرف الأو، وتعمل الموضوع ده 3 مرات بس. مرة وتعمله مرة كمان ومرة كمان، 3 مرات بس ما تزودش. إضافة إلى المشي والعجلة، تتمشى على الأقل نص ساعة في اليوم، العجلة لو هتركب عجلة أو لو أنت عندك عجلة في البيت، إضافة إلى تمارين الإيد، وتمارين الإيد هنا هكلمك على تمرين واحد بس، وهو بالستريس بول مثلا، أو هتمسك أي حاجة مطاطية في إيديك وتبدأ، أو الهاند جريب وتبدأ تضغط بيها، تعاملها نظام العدات، تعد 20 عدة كل فترة من الوقت، لمدة مثلا تعمل الموضوع ده 3 مرات 4 مرات في اليوم بتعد 20 عدة. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك بصراحة هشام دكتور علاقة بأخصائي التغذية العلاجية، ما تنساش تتابعنا على الانستجرام وتتابعنا على قناة الكورة بإذن الله. بس كده، سلام عليكم.